وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأبو ذر يسأل، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث الشفاعة الطويل، وفي آخره يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أخر له ساجدا، أي للرب سبحانه، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: يا رب، إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول ربنا سبحانه: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذا الذي ذكرت لكم ما ينبئ عن عظم هذه الكلمة وخطير قدرها وعظيم منزلتها عند ربنا سبحانه، لكنها